أنا بفتح. مرحبا. شو هالجرأة هاي؟ بعدين أنت كيف بتجي لهون؟ بعد شوي رفعت رح يجي. آيسون، رجاءً خلينا نحكي شوي. أنت منبه الدكاترة إنه ما يحكوا لي شيء أبداً؟ بدك نتائج فحص الطبق المحوري ما هيك؟ لا تخليني سبع الطبقي والمحوري، أنا لازم أعرف شو صار وكيف ولوين وصلتي. خلينا نحكي مثل اثنين حضاريين. الشغلة الوحيدة اللي بدي أعرفها كيف صرتي؟ أنا كتير منيحة ورح بلش بالعلاج الكيماوي. وما بدي أحكي معك أي شيء بنوب. روح أونال. روح أونال. آيسون 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 حانو.